شيء اخر دليل مهم وجود كنيسه مسيحيه والنمو الهائل تاكيد لنبوه المسيح بارسال الروح القدس وبناء الكنيسه وانهم سيقومون بنفس اعمال المسيح باسم الرب يسوع المسيح اليوم في كنيسه في كل انحاء العالم وأسرع نمو هو يعني بالتكاثر هو نمو الكنيسة أنا بتكلم عن طريق التبشير وألا أتكلم عن طريق التناسل يعني ممكن يعني مثلا عندنا بفلسطين كل واحد بخلف عشرة و12 وأكثر بلد بخلف فيها في العالم في غزة مثلا فأنا مش بتكلم على التناسل أنا بتكلم على الناس اللي عم تؤمن بيسوع أنا أتكلم عن ملايين غير مسيحيين ملايين رغم الاضطهاد والمقاومة والقوانين القوانين الدولية والحكومية اللي هي ضد ضد الكتاب المقدس ضد الكنيسة ضد المسيحية مع كل هذا في نمو هائل غير طبيعي والحق يقال كمان برضو في ارتداد كبير في ارتداد كبير هذا نراه مثلا في شمال أمريكا ولكن نشكر رب في الشرق الأوسط الكنيسة عم تكبر وعم تأخذ مواقع تأخذ أراضي وعم تتكاثر بشكل غير طبيعي بشكل هائل رغم الاضطهاد فأنا أسبح وأمجد الله على هذا النمو فإذا وجود كنيسة مسيحية هو دليل أن المسيح حي إلى أبد الآبدين وهو ساهر على كلمة ليجريها ولا بد احبائي كما لكي يحضر الكنيسه كنيسه مجيده مقدسه لا غضن فيها ولا دنس كنيسه ممجده منتصره عفيفه طاهره عند مجيئه ثانيه في كنيسه مسيحيه في كل انحاء العالم انا مش بتكلم على المباني ولا الكنايس اكيد فهمتوا علي أنا بتكلم عن المؤمنين والأعمدة الحية والحجارة الحية ثم أحبائي العهد الجديد الكتاب المقدس هو حصيلة القيامة التي أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا طب السؤال ليه كل الأديان الأخرى والعقائد والأفكار الأخرى تتمحور حول مؤسسها حول تعاليم حول شرائع حول طقوس حول فرائض حول نواميس وطقوس وكل انواع الاعمال لكن المسيحيه تتمحور حول شخص حي له القدره ان يغير وان يحرر وان يبرر الانسان وله القدره ان يكتب الاسماء في سفر الحياه وإذا أنت اليوم غير واثق أن اسمك مكتوب في سفر الحياة أنا بدعوك اليوم أنك تسلم حياتك للرب يسوع المسيح الحي شيء آخر أحبائي خليني أذكره شجاعة التلاميذ وسرورهم وفرحهم للشهادة والاستشهاد المسيحية لم تقم على العنف ولا السيف ولا السلاح بل غزت العالم وقلوب الناس بالمحبه فالمسيحيون والتلاميذ كان عندهم نزاهه طهاره نظافه وانتشار المسيحيه احبائي كان واضح جدا تغيير بولس اثبات تفوق وكمال المسيح على الاديان انها شهاده عظيمه جدا وخليني احب اقول شيء مهم جدا انه التلاميذ باعوا كل شيء يعني لما ابتداوا خدمه من زيرو ما طلبوا نساء ولا طلبوا خيل ولا طلبوا سبايا ولا جواري ولا تزواج ولا اي شيء ولا عمره اغراءات ارضيه ولا اغراءات سماويه ولا ولا من اي شيء بل بالعكس بفرح كان يروحوا ويبشروا ويموتوا من اجل يسوع المسيح كما قال القديس ترتليانوس ان دم الشهداء هي بذره الكنيسه